أسبرين. تقديم وإعداد هادي أحمد. موسيقى خالد قطرميز. إنتاج راديو أورينت 2015. مرحبا مستمعينا، أهلا فيكم بحلقة جديدة من أسبرين. الغزو الروسي يعيد أحياء ذكرى احتلال الأمريكي للعراق، ورهانات على وحدة المعارضة وبقائها سليمة بعد مؤتمر الرياض. رح نحكي اليوم بعدة فقرات. فقرتنا الأولى الغزو الأمريكي للعراق والغزو الروسي لسوريا وأوجه الشبه. الفقرة الثانية رهانات على وحدة المعارضة بعد مؤتمر الرياض. الفقرة الثالثة براغماتية الإرهاب والتطرف، وعنوان حلقتنا التفاوض والفرص المتاحة. بالفقرة الأولى من حلقة اليوم، قال الكاتب غسان شربل بصحيفة الحياة بعنوان بصمات المغامرين الثلاث، بيقول: هل سيكتشف أهل الشرق الأوسط بعد سنوات أن التدخل العسكري الروسي في سوريا لا يقل أهمية وخطورة عن الغزو الأمريكي للعراق، وأن هذا التدخل أدى أيضا إلى تغيير مصائر الدول ومجموعات وأفراد تماما، كما فعلت إطلالة أبو بكر البغدادي من الموصل؟ إننا نطرح سؤالا لا نمتلك حق الإجابة عليه اليوم. لا يزال التدخل في بداياته، وإن كان واضحا أنه مشروع انقلاب كبير على التوازنات في المنطقة والتوازنات الدولية فيها. يحمل الشرق الأوسط اليوم بصمات أو بصمات ثلاثة من المغامرين ينتمون إلى دول مختلفة وقواميس متناقضة. إنهم جورج بوش الأب أو الابن، وأبو بكر البغدادي، وفلاديمير بوتين. وفي المسألة الفاصلة بين المغامرة الأولى والثالثة تدفقت أنهار من الدم واغتيلت أنظمة وعواصم. يعني قبل ما فوت، ليش مين اللي قال أو اللي حكى أنه العدوان الروسي على سوريا مثلا راح يخلق لنا منظومة أخلاقية وأسلوب تعايش أو أسلوب حياة جديد؟ يعني ما راح يخلق لنا غير الفساد والاستعباد للجلاد وانعدام الانتماء للأرض، حتى يجي جيل ما بيعرف شيء عن 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 سوريا، بيعرف بس الانتماء ل ل لا هاي الأنظمة الدكتاتورية اللي عم يحييها، أو هاي سياسته، إحياء سياسة روسيا اللي هي إحياء الأنظمة الدكتاتورية بعد الركام، هاي القواميس المتناقضة. بس كمان بنفس الوقت هي المتآلفة والمتناسقة بالضرر، هي منظومة ومصنع للأرامل والأيتام. فمين اللي حكى أن العدوان الروسي جاي مشان مثلا يحل مشكلة؟ هو كارثة بالإضافة للكارثة الموجودة عنا من 40 سنة. ما علينا، نرجع للمقال. أدت المغامرة الأمريكية إلى زعزعة ركائز بلد كان تماسكه ضروريا للحفاظ على توازنات تاريخية بين العرب والفرس والأتراك. رعونة الحاكم الأمريكي في تذويب الجيش العراقي شكلت هدية للمتربصين. سقطت بغداد كالثمرة الناضجة في يد النفوذ الإيراني، وسهلت المناخات ولادة ظاهرة أبي مصعب الزرقاوي وتوافد المقاتلين الجوالين. نتيجة ثالثة لا تقل أهمية، لم يكن بشار الأسد في بداية عهده متحمسا للانغماس في تحالف كامل مع إيران يضعه في مواجهة مع الغرب والاعتدال العربي، خشيته أن يكون نظامه الهدف المقبل للاندفاع الأمريكية دفعه إلى تعميق التحالف مع إيران وعلى قاعدة إفشال ما جاءت أمريكا لتحقيقه في العراق وعبره ولو بتسهيل مهمة الجهاديين. يعني بدها تجي روسيا مشان تحكي والله جايين نحرر الإنسان، ولا أمريكا؟ إذا أمريكا من أول يوم دخلت فيه على العراق بلشت صهارج النفط على أمريكا تشتغل رايحة جاية، مجرد دخول الأمريكي للعراق بلشت مصانع الإرهاب تشتغل، صار إلى أو خلينا نقول صار في بيئة حاضنة للإرهاب، بلشت هاي المصانع تشتغل بأقبية التعذيب بأبو غريب وغيره وغيراته، مثل الإرهاب والمصانع اللي راح تفتتح عنا.
طبعا كل شيء معادي لروسيا رح يجي ويستأجر عنا ويفتح مصنع للإرهاب بحجة الجهاد ضد روسيا، وروسيا كمان بحجة محاربة الإرهاب جاية، والضريبة طبعا نحنا ندفعها هلا ومستقبلا. المهم بكمل الكاتب وبيقول: هذه لعبة كبرى، تحجيم القوى العظمى الوحيدة وسحق الإسلاميين، وتحجيم القوى الإقليمية والإخلال بتوازنات تاريخية في الشرق الأوسط. ذهب جيمس بوند بعيدا، هذه المنطقة فخ قبل أن تكون ملعبا، لا تنتهي الحروب فيها بالانتصار، والضربات الموجعة تؤسس لحروب مقبلة. يحمل الشرق الأوسط اليوم بصمات 3 مغامرين دفعت أمريكا ثمنا باهظا لتهور بوش. البغدادي جاء أصلا في عملية انتحارية، إذن انتصر بوتين. ستتغير ملامح المشهدين الإقليمي والدولي، وستزداد شهيته للفتوحات. إذا تعذر عليه الانتصار سيكون الاسم الثالث في لائحة المغامرين الذين أدموا الشرق الأوسط وتركوا بصماتهم على ركامه. يعني بتعتقد أنه بوتين مثلا جاي على ركام الدول اللي يحييها من جديد؟ يعني أنه هذا بوتين ناسي أنه هي الإيديولوجية الروسية اللي خلت الدول بركام، خلت ليبيا وسوريا واليمن بالحضيض. يعني هي سياسة إحياء الدكتاتوريات من جديد. طبعا هي عنوان المرحلة. فكر حاله بأوكرانيا ولا بغيرها، وهلأ جاي كمان على الشرق الأوسط لأنه أكترية أو أكتر بيئة حاضنة مناسبة لهيك مشاريع دكتاتورية مستقبلية. فاصل ومنرجع. بالفقرة الثانية من حلقة اليوم، مقال الكاتب خير الله بصحيفة العرب اللندنية بعنوان: كي يكون مؤتمر الرياض علامة فارقة في سوريا. يظل السؤال المطروح دائما وأبدا هو السؤال نفسه، وذلك منذ ما يزيد على 4 سنوات ونصف سنة عندما اندلعت الثورة السورية. هذا السؤال هو الآتي: هل يمكن للنظام الانتصار على الشعب السوري؟ لا يزال جوابه هو نفسه، وذلك منذ 4 سنوات ونصف سنة. انتهى النظام السوري الذي أقامه حافظ الأسد، ولكن هل انتهت سوريا التي عرفناها أيضا؟ انتصر الشعب السوري على النظام، ولكن هل يستطيع إبقاء سوريا موحدة؟ هذا هو التحدي الأول الذي يواجه المعارضة. يوفر المؤتمر الذي عقدته المعارضة السورية في الرياض بريق أمل بإمكان إيجاد جبهة سياسية وعسكرية موحدة توفر بديلا من النظام، هذا النظام الذي لم يعد يجد جنودا يدافعون عنه على الرغم من كل الدعم الذي يتلقاه من إيران ومن روسيا التي تحولت طرفا مباشرا في الحرب والتي تستهدف الشعب السوري بكل فئاته. ليش ما نقول انه الشعب السوري عم يتخلص من منظومة ايديولوجية فكرية وعسكرية وارهابية؟ يعني بمعنى بيطرحوا هذا التساؤل وما نون عرفانين مثلا النظام هو قوات نظام وميليشيات إيرانية شيعية، هو فكر عفن، هو إيديولوجية، الشعب عم يحارب كل هدول. لما بتشوف مدى خوف النظام على حاله من أول مظاهرة خرجت، تعرف كم الخوف اللي عند النظام، لأنه عرفان أنه هذا السيل الجارف اللي عم ينتظره حواجز، طيران، مدافع، كل شيء، بيعرف أنه مدى السيل الجارف قديش قوته. ما علينا، خلونا نرجع للمقال. حسناً فعلت المعارضة في مؤتمر الرياض عندما حددت أهدافها المتمثلة برحيل بشار الأسد، وذلك مع بدء المرحلة الانتقالية، واتفقت على وفد موحد للتفاوض، ووضعت خارطة للطريق لسوريا المستقبل كدولة مدنية وتعددية ولا مركزية. كانت المعارضة في منتهى الواقعية، ذلك أن البيان الختامي لمؤتمر الرياض، وهو الأول الذي يجمع مكونات سياسية وعسكرية
قارب عددها المئة، تضمن رؤية سياسية شاملة جمعت بين المعارضة المدعومة من الغرب والمعارضة المقبولة من النظام والفصائل المسلحة المعتدلة التي تقاتل على الأرض. طيب، إذا منشوف هالحجج الروسية الواهية، منشوف بتحسها كأنه هي جاية، أو هو الفعل اللي تترجم على الأرض مباركة القران المقدس بين النظام وداعش، وأيضا هي وسيط في بعض الحالات. إنقاذ مؤسسات الدولة، مين؟ مؤسسات الدولة التي تتاجر بالنفط مع التنظيم، هو هدف روسي إنقاذ مؤسسات الدولة. الهدف الروسي الثاني إنقاذ المؤسسة العسكرية اللي عم تخلي المواقع لأجل عيون داعش، المؤسسة صاحبة الرقم القياسي بعدد القتلى وبعدد اللي هجرتهم، 7 ملايين مشرد، 400 ألف قتيل، 3 ملايين لاجئ. طيب نرجع للمقال. هناك مسؤولية أو مسؤولية الارتفاع إلى مستوى طموحات الشعب السوري أولا، وهناك مسؤولية التعاطي مع التعقيدات الإقليمية والدولية خصوصا مع روسيا التي يتبين كل يوم أنها لا تعرف الكثير عن الشرق الأوسط ولا عن سوريا نفسها، ومع إيران التي لا يهمها سوى ترسيخ الشرخ المذهبي في المنطقة، كون إثارة الغرائز المذهبية تعتبر السلاح الأساسي الذي يستند إليه مشروعها التوسعي، ومع تركيا التي لديها أجندة خاصة، وأول ما تقوم به هو الرهان على عامل الوقت. الوقت كفيل بتفتيت سوريا، وتركيا جاهزة لضم قسم من هذا الفتات الذي لن يعود فتاتا إليها. سيعتمد الكثير على بقاء المعارضة السورية موحدة بعد مؤتمر الرياض. كان هذا المؤتمر علامة فارقة سوريا، خصوصا أن في الإمكان البناء على ما خرج به من قرارات واضحة. بس الأهم من هذا كل شيء هو عامل الاستمرارية. يا ترى هل هناك قدرة على أنه تستمر المعارضة كما هي أو كما اتفقت عليه؟ هل يا ترى روسيا راح توافق، راح تبطل تصنف، أو خلينا نقول ما راح تصنف الوفد المفاوض أو المبادئ الأساسية اللي خرج فيها مؤتمر الرياض؟ ما راح تصنف الوفد المفاوض على الفرازة تبع بأنه إرهابي وغير إرهابي؟ هون التساؤل. فاصل ونرجع. بالفقرة الأخيرة من حلقة اليوم بمقال للكاتب كمال لبواني لموقع كلنا شركاء، بس بهذا المقال أنا ما رح أعطي قراءتي أو تعليقي، كاتب المقال هو رح يعلق. خليني رحب فيك دكتور كمال لبواني، أهلا وسهلا فيك ببرنامج أسبرين. مرحبا. يعني بالانتقال لمقالك دكتور كمال، بتقول: قضى سجين كان معنا في المهجع ليلة وهو يتصل بزوجته رغم صعوبة الحصول على هاتف، والتي لم تجبه حتى الخامسة فجرا، فانفجر في وجهها غاضبا متوعدا ناعتا إياها بأبشع الصفات، ثم ما لبث أن هدأ وأنهى حديثه بالطلب منها أن تحضر له ما في الزيارة القادمة. وهكذا فالبراغماتية تتطلب منه تقدير ظرفه، فهو في السجن وهي تستطيع أن تفعل ما يحلو لها. هذه البراغماتية أيضا اعتمدها المجتمعون في الرياض، فإذا كان النظام باق فلماذا لا نستفيد من الفرصة المتاحة للتفاوض معه وكسب رضا الدول وأخذ حصة في مركبه؟ وإذا كانت الدول تريد وقف الثورة وقتال داعش بواسطة جيش الأسد وهي من يدعم المسلحين المعارضين، فلماذا لا يقبلون عرضها ويستمرون في القتال إلى جانبها مع جيش الأسد؟ القراءة دكتور كمال والقصد. يعني أول شيء القصة حقيقية. السجين كان تعرف بالسجن عندنا، يعني السجين بيصرف على حاله، يعني حتى الشرطي بياخذ معاش من السجين. فالسجين بده مصاري، بده يدفع للمحامي، بده يتابع قضايا، بده ياكل، بده يشرب، كله على حسابه، فهو بده فلوس. فاتصل بزوجته، بتصل على التليفون الأرضي،
فهي ما ترد ما ترد ما ترد ما ترد صار يصيح هيدي الثاني هيدي كذا هيدي ما بعرف شو. المهم انه يعني عصب كثير وبده يذبحها وبده ما ادري شو. بعدين ردت في 5 الصبح وين كنتي وين كنتي نحن ما عم نسمع الحديث. بس بعدين بعد شوي هدي. بعدين اخر شيء انا حديثه طيب بالزياره جيبي لي مصاري معك. فهو حسبها هيك حسبها انه انا هي برا وثاني على كيفه وما في حدا يدبها انا بالحبس اذا بدي يعني تبطل تزوني تبطل جيب لي مصاري. فمعناتها انا شو استفدت يعني شو جابرك على المرغر اللي امر منه؟ انا شو استفدت؟ لكون اخترت كل شيء. طبعا. لا خليني اخذ منها هالفلوس اللي اخذتهم او اخذ منها شوي مشي حالي لاطلع وبعدين لكل حدث الحديث. طيب وهيك وهيك نيته. فهي البراغماتيه بالعمل يعني التي يعني مش انه الله وحده مثلا فلتاني او كذا الى يطلقها على التليفون وخلصت القصه. لا هو بيتابع. طيب. يعني بيقبل على حاله وبيتابع. وهذا ما حدث بالضبط بالرياض. انه نحن بنقول له للمجتمع الدولي اخي ما بدنا كل هالجهود تبعكم روحوا اعملوا اللي بدكم اياه. نحن منا هون هذا رجل قاتل نحن ما بنتفاوض مع قاتل خلافنا معه خلاف جزائي خلاف قانوني خلاف حقوقي خلاف جنائي مش خلاف سياسي. وبالتالي ما مقبول من اي انسان رجل ذو شرف انه يسمح لمرته انه تروح تعمل اي شيء مقابل اي شيء. هن لا هن قرروا لا براغماتي يعني نقبل ومنروح معه وبناخذ المصاري وبعدين بس نطلع ممكن نحن نحصل شيء او كذا او الى اخره يعني. هذا هو المنطق البراغماتي اللي حكم على المعارضة السورية بقبول الحوار مع قاتلة. وهن كل الناس كانوا يقولوا انه نحن حضرتنا يعني مستحيل نحط ايدنا بيد قاتل ودماء الشهداء وبعد ذلك كل هالحكي والعياط اللي صيحوا السجين بالليل وبقتل وبضرب وبعمل انتهى بشوية رشوة يعني شوية مصاري يعطوهن يوان شوية امتيازات شوية تصوير على التلفزيون خلصت القصة. بيعت كل هذه القضية عشان مصالح خاصة وإلى بفقرة بفقرة من مقالك بتقول وفي الرياض تقاسمت المعارضة السورية البراغماتية الرزق والغنائم والمنافع والأدوار والتصريحات وحصلت على تسهيلات سياحية غير محدودة للتنقل والإقامة والنفقات والترفيهات والأضواء الإعلامية والتمجيد الدبلوماسي. وأصبح زعيمها من دون منازع من كلفته السعودية بتدبير أمور الشباب وصار قرار الشعب السوري بيده وحده يفعل به ما يفعله الباغي في بغيته التي تأخذ أجرها نحلة قبل أن يجف عرقها. ومعقول سمي طويل العمر وهالدولار وخذ قرار خوش معارضة والله. اي يعني هذا الحكي بسيط جدا انه اذا كانت المعارضة مين ما عزمها بتروح مثل ما بيقولوا مشان بطمح على قوله دقنه. فوين ما بدهم بيروحوا مين ما عزمهم بيعزمون على موسكو بيروحوا بيعزمهم بتحجز له اوتيل وتحطه وتقول له انت زعيم وتصوره خلص ما في عنده قضية. يعني هل باعتقادك باعتقادك هذا اللي صار بمؤتمر الرياض؟ نعم بكل شفافية. ابشع من هيك ابشع من هيك. سرق قرار الشعب السوري بهذه الطريقة. انا عملت ثورة حرية كيف أقبل على نفسي أن تختار دولة من يمثل شعبي؟ أنا ثورة حرية ثورة كرامي كيف بقبل أنه واحد موظف صاحبه للموظف ينقي من المعارضة من يريد ويقول لهم هذا بيجي وهذا وهذا ما بيجي ومن ثم بدور يعني بيوزع عليهم التيكيتات يعني تعتقد أنه ممكن يصير في استفتاء لازم يكون في استفتاء لانتقاء المعارضة كمان؟ ما بصير يا أخي. في شعب عمل ثورة في طريقة يجب أن من 5 سنين لهلأ ونقول يجب إيجاد آلية لإنتاج تمثيل حقيقي للشعب السوري وثورته. ليش منعته؟ مشان يسروا القرار. عرف كيف يعني مثل اللي بده يغطي على وحدة وبالتالي بيروح بجوزها يشتغل جوزها جواد. عرف كيف نحن هيك صار فينا بالضبط صار فينا هيك انه نحن اختير لنا زوج. نعم. عرف كيف وهذا الزوج يعني بس من شان يستر علينا يعني في النهاية يعني ما بصير. الشعب السوري دفع دم من شان حريته ويجب ان يمثل بطريقة هو يختارها. هو يختار ممثلينه جابوا ناس يا اخي ما لهم علاقة بالمعارضة جابوا ناس ما لهم علاقة بسوريا. كيف بده يمثلوا الشعب السوري؟ من حيث المبدأ هذا العمل هو زينة هو بغاء لأنه هذا قلة شرف قلة صمت وقلة أماني. أنا هيك سميت
طيب. إنه كل معاني هذه الكلمات موجودة في هذا العمل. شعب دفع 300-400 ألف شهيد، آخر شيء بتجيب له الناس من النظام ما يزالوا في هذا النظام ليمثلوا إن بتضبط. طيب خلينا نرجع للمقال. المشكلة في هذا النوع من البراغماتية أنها تأتي برزق المعلوم وكل طرف فيها يشعر أنه ربح، لكنهم في الواقع يخسرون جمعا وقصرا بسببها، لأنها تضيع أو تضيع قيم الصدق والشرف ذاتها، وتمحي الفارق بين الزوج والقواد والثورة والزعرنة والنصر والاستسلام والأمانة والخيانة والنظام والمعارضة. نعود من المعارضة السياسية لصاحبنا السجين الذي طال وطال سجنه بسبب براغماتيته ذاتها. فقد اكتشفت زوجته الديمقراطية الشعبية الليبرالية المدنية العلمانية التعددية أنه ليس من مصلحتها أن يخرج من السجن، فخصصت حصة من وقتها الثمين وكسبها الحلال لرزقة القاضي الرشوي يعني اللي حكيتنا عنه، كي يبقيه أطول فترة ممكنة داخل القضبان. وكفاكم الله شر العدالة الانتقالية، فهي أيضا تقيم المحاكم لكنها تشترط عفاء جاني من العقاب مسبقا، فكيف إذا كان قاضيها براغماتيا؟ أيضا عندها ستكون النتيجة سلطة انتقالية مدنية علمانية براغماتية مشتركة بين النظام والمعارضة، تحارب التطرف والإرهاب، وخلينا بالسجن وخلصت الحكاية. يعني الشاب اللي قال عنه تبعت له شوية مصاري، بلت تبعت له مصاري، هي نفسها تروح تنام مع القاضي وتعطيه مصاري منشان يخليه بالسجن، لأن هي اللعبة حلوة كتير صارت، فهي مثل تاني على كيفها وعم يجيها فلوس، وجوزها محبوط بالحبس وعم مرب كمان مربحته جميلة إن هي عم تأخذ له فلوس. وفي النهاية ماذا حصل؟ اللي حصل إنه انهارت قيم الشرف والأخلاق والعدالة وكل شيء، وسقط هذا المجتمع سقوط عنيف، وصاحبنا بقي بالسجن لأنه براغماتي وانتصر الشر وزال الخير بسبب هذه البراغماتية، وهذا ما سيحدث غدا. طيب. يعني بكرة بس هذه السلطة تروح ترجع على الشعب، بده مين يحميها؟ مين بده يحميها؟ بده يحميها مؤسسات النظام. إذا هي إذا مصلحة مو بإعادة هيكل مؤسسات النظام، بتقوية مؤسسات النظام. طيب. ومين بده يهددها؟ بده يهددها أهل الضحايا. يعني شعبنا اللي مباعد قضيته مباعد دمه وراح القاتل أعفي القاتل من العقاب. يعني هو صار بدهم على شيء دقيقة بس. أكيد صار بدهم هن يحموا نفسهم من مين؟ من الناس. إذا هن ما لهم مصلحة بأنه هاي الناس تقوى أو هاي الناس ترجع على الأرض أو هاي الناس لهم مصلحة يخلوها برا، لأنه هدول عداء صاروا، وبالتالي سيصبحوا أشد عداوة للشعب السوري وثورته من النظام بسبب هذه البراغماتية. وبالتالي نحن مش لح نجدد نظام، نحن لح ندعم النظام، لح نجيب للنظام ناس لسه خايفين أكثر من الشعب، وبالتالي يقمعوا الشعب أكثر وأشدوا شراسة من هذا النظام. معناتها نحن لح نقول له لح يروحوا هذول في النهاية ينتهوا إلى أن يصبحوا هن النظام وأشد على الشعب السوري منه باسم المعارضة السورية، وهذا ما فعلته السعودية للأسف. يعني كأنه هن يعني من أذكياء ومن بدو ما عندهم فلاهة وما عندهم إلى آخره، لا يفهموا هذه اللعبة وهذه القضية. فأنا جبتها بقالب أدبي سياسي لفهمهم للأخوة بالرياض، يا أخي اللي عملتوه غلط، اللي عملتوه سيؤدي لإبقاء الشعب السوري في السجن وسيؤدي لانهيار قيم الشرف والقيم والعدالة والإلى آخره، وسيؤدي إلى المزيد من التفكك والاهتراء في القيم الأخلاقية. ولا يمكن أن يكون أمة إلا على الأخلاق والعدل. إنما الأمم الأخلاق وما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. قضية البراغماتية ما بتمشي مع المبادئ، ما على حساب المبادئ. نعم. بدي اتشكرك بنهاية حلقتنا مع عبد الله عنا وقت، بدي اتشكرك الكاتب الدكتور كمال لبواني، كنت معي، شكرا جزيلا لك. كان بالنهاية مستمعينا كان عنوان حلقتنا التفاوض والفرص المتاحة. للاستماع على حلقتنا فيكن تتابعونا على صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. كان معي من الهندسة الإذاعية مهند الخصوص، وكنت معكم بالإعداد والتقديم هادي أحمد. إلى اللقاء.
أسبرين. تقديم وإعداد هادي أحمد. موسيقى خالد قطرميز. إنتاج راديو أورينت 2015. انتو عم تسمعوا راديو اوريان.